بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أتمام الأكملان على خير خلق الله وهذه وصحبه ومن والاه وبعد. وهذه تتمة لما نحن فيه في قراءة الدروس المهمة لعامة الأمة. ونحن في يوم الاثنين لعشر بقين من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في هذه العقوبات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاءت في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر، وتكلمنا عنهما في المجالس الماضية. موجود؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمحافظ لنفسنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وانواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وانواع المعاصي ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا. القتل ايها الكرام المباركون لها النفس التي حرمها الله تبارك وتعالى الا بالحق. الألف واللام في النفس تدل على الجنس وليس الاستغراق، فهناك أنفس محترمة جاء الشارع بعدم إزهاقها إلا بحقها، وهناك أنفس لم يأتي الشارع باحترامها. والأنفس التي جاء الشارع باحترامها وعدم إزهاقها أربعة أنفس دل عليها كلام ربنا ودل عليها كلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النفس الأولى المحترمة هي النفس المؤمنة. قال ربنا تبارك وتعالى في الآية 92 من سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. النفس الثانية والثالثة والرابعة التي دلت عليها السنة النفس المعاهدة والمستأمنة والذمية. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الذي يكون بين الدولة المسلمة وبين قومه عهدا، وأيضا بيّنها الله عز وجل في الآية 92 من سورة النساء أيضا. والمستأمنة هي كل نفس دخلت إلى بلاد المسلمين بعقد الأمان، فهذه أيضا نفس محترمة لا تزهق إلا بحقها. والذمية هم اليهود والنصارى، وهذه لا تزهق أيضا إلا بحقها. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا يؤدي إلى مسألة مهمة، وهي أنواع القتل. أنواع القتل ثلاثة: القتل العمد، وثانيها القتل شبه العمد، وثالثها القتل الخطأ. فالله عز وجل بيّن أن الأصل فيما يقع بين المسلم والمسلم والمسلم غير المسلم أن يحدث القتل خطأً وليس عمداً. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فبين الباري تبارك وتعالى في القتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيه خمسة بلايا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، إنه كانت لي ابنة عم أحببتها أكثر ما يحب الرجال النساء،
ثم تزوجت برجل آخر فوغر ذلك في صدري فقتلته عفنا الله إياكم. فأطرق ابن عباس مليا ثم قال له: ألك أم حية؟ قال: نعم. قال: فبرها. ثم انصرف فسأله من بجواره لماذا؟ قال: ما علمت عملا يكفر عنه ما هو فيه إلا بر الوالدين. ولذلك سيمر معنا في بعض أطراف الحديث من السبع الموبقات عقوق الوالدين. ولذلك يا إخواني، من له والد حي فلا يعقه، من له والدة حية فلا يعقها. وإن منعك من حضور مجالس العلم، ما لم يمنعك من الشيء الحلال، ما لم يمنعك من الصلاة، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. في الصحيح أتت أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أمي أتتني وهي راغبة، وكانت أمها على الشرك، قال: صلي أمك. جاء في بعض الآثار أن رجلا كان له أم فماتت، قال: فقيل: لقد ماتت التي كنا نحسن إليك من أجلها. وقال بعض السلف: إن الوالدين بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات أحدهما أغلق فدونك الباب الآخر. يقول أحد مشائخنا، يقول: كان له أحد الناس من طلبة العلم له والد ووالدة يمنعانه من حضور الدروس، وكان يبرهما، يحافظ على الفرائض ويبرهما. قال: فلين الله تلك القلوب حتى أذن له في ذلك، فصار من كبار طلبة العلم. لأن بر الوالدين واجب، وحضورك لمجالس الدرس هذا ما بين فرض على الكفاية وما بين استحباب، فلا يقدم المستحب وفرض الكفاية على ما كان واجبا. والذي له والدة حية يتقي الله عز وجل فيها، والذي له والدة حية يتقي الله عز وجل فيها. إن أغضبتها اذهب إليها واطلبها المسامحة، اطلبها المغفرة. ما ينبغي أبدا لمسلم كائها من كان، فضلا أن يحضر في مجالس التحافيظ ومجالس العلم، أن يعق أمه وأن يعق أبها. الدنيا لا تساوي شيئا أبدا. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي قفل من سفر عليه الصلاة والسلام، فنزل عند رمس قبر، يعني قبر قد بليء، فبكى بكاء شديدا، فبكى الصحابة طول بكائه. فلما انصرف قال: ما الذي أبكاكم؟ قال: ورانا بكيت فبكينا. قال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فأزور القبور فإنها تذكر الموت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. غدا هذا الشاب الذي يعق يكون له ذرية، أشد ما يقسو على الوالد أن يرى ابنه يعقه. غدا تكون لك ذرية. إن أحد الناس كما جاء في كتب الأدب عند العرب شده ابنه وجبذه ليذبحه عند صخرة، فقال: يا بني ليس هنا، اذهب إلى تلك الصخرة. قال: ولما؟ قال: لأني ذبحت جدك عندها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من أحب أن يبارك له في إثره في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. وأعظم الرحم هي أمك، أعظم الرحم هي أمك. الآن عقيدة ترجع الآن تسامحها، تطلبها المسامحة، تكب عند قدميها، فالزم رجليها فثم الجنة. وين إحنا؟ إيش فائدة العلم؟ ما في بركة في العلم، ولا في بركة في الأرزاق، ولا في بركة في الأعمار أن تعق أمك أو أن تغضبها
يقول أحد السلف ابن المنكدر قال: بات أخي قائما وبت أغمز رجلي أمي. من كده يرجع البيت يشوف أمي يغمز لها رجولها يربط قبل أن تموت تتفلت منك وتقف عند قبرها مستعبرا أن تحسن إليها وقد مضت انتهى ما بينك وبينها. ومع ذلك يبقى البر. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي افتلتت وإن والدي افتلت، فهل بقي علي من برهما؟ فقال: صلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. كل هذه من صلة الرحم بعد الموت. لكن الآن فرصة، فرصة لك حي، وإن هي حية بين يديك أيها المبارك. قال: وبت أغمز رجلي أمي، وما أحب أن له أن ليلته بليلتي. هذا بات إيش؟ قائم لليل، وده بات يغمز في رجول أمه. قال: وما أحب أن ليلتي بليلته، يعني أنه ما يحب أنه أنس يكون أنا أقيمه. ليس هذا من باب التقليل من قيام الليل أبدا، لكن من باب النظر إلى الأمور العوالي. قيام الليل مستحب، تقضيه بالنهار، لكن رضاك وإرضاءك لأمك من الواجبات. وقتل النفس العمد فيه بلايا: أول الإثم كما مر معنا، الثاني إن كان بينهما توارث لا يرثه، لا يرث أيضا، ومانع الإثم ثلاثة، ومنها القتل واختلاف إيش؟ اختلاف الدين يمنع الإرث. والمسألة الثالثة فيها القود، فيها القصاص، إلا أن يعفو، فإن عفي له عليه شهران متتابعان. القتل شبه العمد فيه الدية المغلظة وفيه أيضا الكفارة، والقتل الخطأ فيه الدية المخففة وفيه الكفارة، فصيام شهرين متتابعين. فهذا الدين أتى بحفظ هذه الضرورات الخمس، ومنها حفظ النفوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني القتل للعمد، والثيب الزاني، الزاني المحصن الله عليه وسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. قال ابن عمر: من الورطات الحمراء التي لا مخرج منها لمن دخل فيها سفك الدم الحرام. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الذي يقتل مؤمنا يأتي يوم القيامة متعلقا فيه ودمه يشرب يسيل، يقول: رب سله فيما قتلني، يا رب سله فيما قتلني. لذهاب الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ، من سفك دم امرئ المسلم. أكل الربا، الربا لغة هو الزيادة، وفي الشرع زيادة مال بمال. والربا نوعان، منه ربا الديون ومنها ربا البيوع. ربا الديون هذا الذي يحدث عند بعض الناس، يداين الرجل الرجل فإن أتى الأجل يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، كما يحدث في بعض البنوك الغير شرعية. يستدين الناس، يجي وقت السداد يقول له: تسدد ولا نزيدك، ويسموها إيش؟ الفوائد، وهي الربا ولا فائدة فيها. قال الله عز وجل لهذه المسألة المهمة: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه
معه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الربا مهما بلغ يمحق، مهما جمعت من أموال الربا، إما أن تصيب المال جائحة من الله فتذهب به أو بجله أو بكله، وإما أن تصاب في بدنك فتنفق ذلك المال كله على ما ابتليت به. بلاد برتغال، اليونان، أسبانيا، بلاد كبيرة جدا أفقرت من إيش؟ أفقرت من الربا. فقلنا وربا البيوع ينقسم إلى نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل فيه أنواع. ما هو أنواعه؟ أن يأتي إنسان إلى إنسان فيستبدل 100 ريال ب200 ريال، يعني يكون من نفس الجنس والنوع. وأصله حديث سعد بن عبادة في الصحيح: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإن اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم هاء بها، يعني يدا بيد. مثال ذلك تذهب للبائع تقول له صرف لي 100 ريال، يقول لك عندي 50 ريالا وبعد ربع ساعة أرسل الولد ولا تعال خذ إيش 50 الأخرى. هذا ربا، 100 ريال تصرفها في نفس اللحظة هاء وهاء، يدا بيد في نفس المجلس قبل التفرق. النوع الثاني قال به بعض أهل العلم واختار ذلك الشيخ محمد المطار الشنقيطي الفقيه واعظ المدينة عضو هيئة كبار العلماء، وهو أن الإنسان يذهب لشراء سلعة، رحت اشتريت مقاضي سكر وشاهي وإلى آخره، قال لك بكم؟ قال لك ب75 ريال، أعطيته 100 ريال، قال لك عندي 15 ريال وبقي لك 10 ريال، ارجع وتعال بعد ساعة خذها. قالوا هذا ربا ولا يجوز. طب وش الحل؟ قال الحل إما تترك البضاعة كلها أو أنه يعطيك بقية المبلغ في وقتك. هذا بعض أهل العلم قالوا هذا لا يدخل في هذا، لأن هذا في الحقيقة الذي حصل هو مال بعين وليس مال بإيش؟ وليس مال بمال، يعني حتى لو اختلف فيه العلماء أنت تخرج منه إيش؟ أفضل، تخرج من هذا الخلاف أفضل. وهذا الذي يسمونه ربا إيش؟ ربا النسيئة. ولذلك بعض الناس يذهب ويشتري سيارة، فيذهب إلى البنك مثلا في السيارة، فالبنك يقول له روح المعرض الفلاني وجيب عرض أسعار وبعدين حين نشتري لك. هذا ربا ولا يجوز. ولا تبع مالا تملك، متفق عليه من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أبيع وأشتري في السوق ويأتيني الرجل وليست السلعة عندي إنما هي عند جاري فأخذها له وأبيعها عليه. النبي قال لك كلمتين، هذه فيها رسائل ماجستير ودكتوراه، قال: ولا تبع ما لا تملك. انتهت القصة. لابد أن تتملكها. من شروط البيوع 7 الملكية، تتملكها تماما من غير حيلة على الربا أو البيع لمن أتى ليشتريك. اشتريها منك. قال ابن عباس في قول ربنا عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: إن المرابي عليه أن يشرع سيفه وأن يحارب ربه، ومن يقدر؟ فإن تاب، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب أعطيته ما ردني، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، في رواية إلى ميسرة، تمهله بعد ذلك، لكن تتعامل بالربا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الربا 36 إثما والعياذ بالله، أقلها أن يأتي الرجل أمه. الله يعافينا وإياك، نسأل الله العافية والسلامة. ووقف في حجته العصماء النجباء وهو يعلي للأمة كلها وإن كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا مين؟ ربا العباس: يا أيها المعلم غيره. قال: ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم.
فالنبي قدوة عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، حاشاه أن يغل أو أن يغل أو أن يفعل شيئا حراما، لكن من باب القدوة قال: وأول ربا أضع ربا مين؟ ربا العباس عمي. أي أحد له عليه ربا خلاص انتهى من هذا اليوم، يوم التاسع من ذي الحجة سنة 10 يوم الجمعة، كان هذا البيان التالي من النبي عليه الصلاة والسلام لكي يمنع الربا أبدا. فاتقوا الله يا من ترابون. وأيضا من الإخوة الفضلاء الذين يسمعون، اتقوا الله، لا تضع أموالك في مكان يرابى فيه، ولا تتعامل بيش بالربا. ومن أنواع الربا، وهي أنواع كثيرة جدا أيها الفضلاء، من أنواع الربا إن الإنسان يذهب بماله يشارك مع شخص ويقول لك عندي كل شهر 5000 ريال، هذا ربا. طب ما هو المخرج؟ المخرج أن يقول لك عندي 10% من الربح، مرة تبقى 10,000، مرة 5,000، مرة 2,000، مرة 1,000، مرة 100، ما يتيسر. لكن أن يجعل لك مبلغا مقطوعا لشراكة، هذا إيش؟ هذا ربا. ومن الربا أيضا منتشر هذا يا أحبابي، انتبهوا، يذهب الرجل مع زوجه ليبيع ذهبا قديما بذهب جديد، أو تذهب المرأة تبيع ذهب قديم بذهب جديد، فيأخذ الصائغ، لا عنده فقه ولا همه، هم إيش؟ المال. ولذلك كان عمر يدخل السوق ويختبرهم في أحكام البيوع، فإلا ضربهم بالدرة على رؤوسهم، قال: لا تفسدوا علينا أسواقنا. حتى اللي كان يبيع كان فقيها يعرف أحكام إيش؟ البيع، عشان ما وقع الناس في الربا. فما الحل؟ تذهب المرأة 20 جرام عندها يوزن لها، يقول لها ب2,000 ريال، تقول له طيب خلاص، يقول لها هذا الطقم وهالبنجرة وكذا، تشتري وتبيع في نفس اللحظة، يقول لها والله 3,000، تقول له خذ 1,000 وتمشي، هذا ربا. طيب وش الحل؟ الحل أن تبيع الذهب القديم وأن تقبض ثمنه، وهي بعد ذلك بالخيار إما أن تشتري منه أو من غيره. بلال في الصحيح جف مرة أتى للنبي بتمر جنيب، تمر نوع فاخر، قال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نشتري بكيلتين من هذا التمر القديم كيلا من هذا تمر جنيب. قال: أواه، إنه الربا لا تفعله. طب وش الحل؟ قال: بيع هذا واقبض الثمن واشتري به جنيبا. بيع الذهب، بيع الفضة، اقبض الثمن، تريد أن تشتري من نفس الصائغ فبها ونعمة، أو أن تشتري من غيره فلا حرج في ذلك. مسائل كثيرة يا أحبابي، الله يرضى عليكم. وما أصاب الناس ما أصابهم من قطع الأرزاق وضيقها إلا الوقوع في تلك المعاصي وتلك الفواحش وتلك المنكرات، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ختاما: وأكل مال اليتيم، قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى المسلم أن يتقي. وقلنا اليتيم من بني آدم من مات والده وهو صغير دون البلوغ، واليتيم من الدواب من ماتت أمه، ومن الطير من مات أبوه وأمه، هكذا قال أهل اللسان وأهل اللغة. فلذلك من كان يتيم تحت في بيته وفي حجره فليتق الله في ماله، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. كان الواحد من السلف لما يشتري بمال اليتيم شيء لليتيم يفصله عن إيش؟ عن ماله. وبعض الناس الآن يلعب بأموال إيش؟ الأيتام. نقول له: أين أنت من حذاري؟ إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قيل: لعل النار ما يكون فيها من أمراض السرطانات، عافانا الله وإياك، يبتلى بالأمراض والبلايا. وقيل النار أيضا هي النار الفعلية التي يعذب بها. فعلى هذا يصح، وعلى هذا يصح. فليتقى الله عز وجل في أموال إيش؟ في أموال الأيتام. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إن دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. هذا ما تيسر إراده وتهي عداده، واتسع له الوقت دون أن نطيل. إن شاء الله عز وجل في المجالس القادمة نكمل ما بقي من هذا السفر المبارك. اللهم وفقنا لكل خير، وعنا على كل بر، ونجينا من كل سوء وشر، ونعوذ بك من العقوق يا رب العالمين، فينا وفي أهلنا وأولادنا.
اللهم ارزقنا بر ابائنا وامهاتنا ووفق ولاة امرنا لما تحب وترضى وخذ من وصيهم البر والتقوى. اللهم انا نعوذ بك من الربا والزنا والفواحش والمنكرات ما ظهر منها وبطن. اللهم ابرم لامه الخليل المصطفى عليه الصلاه والسلام امر الرشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ارحم ابائنا اللهم اجعل مثواهم جناتك جنات النعيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين غيثا مغيثا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار على الضرام والاكام وبطون الاوديه ومنابت الاسفار. اللهم لا تقطع عنا القطر بذنوبنا واجعل عافيتك اغوص علينا. ثم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود ثم الصلاه على المصطفى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما لا حق من الله. اخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.